وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. أيوة هنا هذا النوع الذي نحن نقول فيه اللي هي من الأدعية التي تكون في النافلة خاصة دون الفريضة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من الأذكار التي يحتاجها المسلم فعلا، لأن الآن يكثر الخلاف ويكثر الشقاق، فإذا هداك الله عز وجل ودلك على ما اختلف الناس فيه فدلك على صراطه المستقيم أنت في خير عظيم. فتوقع أن الله النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك التوسل الله عز وجل رب جبرائيل سيد الملائكة وإسرافيل الذي ينفخ في الصور وميكائيل الذي يرسل بالقطر، الله الذي هو يعلم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني يطلب الهداية من الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه من الأدعية التي تختص بقيام الليل وتختص بالنافلة دون الفريضة. نعم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهنا المقصود بها اهدنا الصراط المستقيم اللي هي هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك يعني وفقني هداية التوفيق. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا مختص أيضا بالنافلة دون الفريضة، ولأنها فيها من الطول وفيها من التوسل والتبتل الله عز وجل. أما في الفريضة فأدعية استفتاحها ماذا؟ مختصرة. ولذلك النبي قال فإذا صليت لنفسك فطول ما شئت، وهذا وقت مناجاة وقت السحر. فالشيء الذي يكون فيه التطويل في تنزيه الله وفي الثناء عليه تبارك وتعالى. نعم. سؤال، لو كان في صلاة التراويح وكان إماما هل يقرأ بها؟ لا، حتى لا يطول. أي نعم. الفصل 11 في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن لي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومن هنا قالوا هل يدعى في الركوع من هذا الحديث، لأن هنا النبي قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهذا دعاء. فخرج في ذلك أهل العلم وجوه، قالوا لا نعم يدعى في الركوع، ومنهم من قال لا يدعى في الركوع إلا بما ورد فقط هذه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه لم يؤثر عن النبي أن كان يدعو بكل شيء في الركوع، وهو القائل عليه الصلاة والسلام وفي السجود أكثر من الدعاء قبل أن يستجاب لكم.
مما يجب التنويه عليه أيضا في أدعية الركوع والسجود، وهي زيادة ضعيفة لا تصح، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا الحديث ضعيف لا يصح، إنما الذي ورد سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ركوعا وسجود. أما لفظة وبحمده فهي ضعيفة أيها الكرام الفضلاء، فلا يعمل بها. وأقله 3 وأكثره 10، ومن زاد فلا حرج، شريطة إذا كان لنفسه وليس له أن يفعل ذلك في جماعة الناس حتى لا يشق عليهم، إلا إذا عرف منهم أنهم يحبون التطويل فيطول بهم ركوعا وسجودا، فإن عرف أن ذلك يشق عليهم يكتفي بما هو وارد، وهو ماذا؟ وهو 3. فإذا صلى نفسه طول ما شاء. أتذكر الشيخ فيصل الغزاوي صلينا وراء، كان صلاة مغرب وصلاة عشاء في الحرم، فعددت التسبيحات التي أنا سبحتها في الركوع والسجود قرابة 40 إلى 50. والله أنا كنت في ذاك اليوم، وما وربما روحانيات الحرم إلى غير ذلك ما تشعر بالتطويل، لكن أنا عددت في الركوع 40 50 35 وكذا في السجود، وأنا أقول بتمهل ليس مسرعا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل للثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب الحظ والنصيب منك حظه ونصيبه. وهذا الحديث مع قول ربنا عز وجل وأنه تعالى جد ربنا فيه رد على مقطع كان ينتشر في الفترات الماضية في الواتس وغيرها، يقولون ما تقول جد ربنا، الله ما له جد وما له ابن إلى غير ذلك. ونقول هذا من الجهل طبعا، ولا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ، نقول فلان له جد يعني عنده حظ وسطوة ونصيب. الله يقول يعني في هذا الدعاء النبي يوضح أنه لا ينفع صاحب الحظ والنصيب من الله حظه ونصيبه. نعم. وهذا مثل هذه الكتب يا اخوان يعني ينبغي ان تقرا على الناس في المساجد، يعني الكتاب زي كتاب الوابل الصيب، يعني ممكن الجزء الاول يكون احنا مره معنا كان في تاصيل للمساله وكان في كذا، لكن الجزء الثاني هذا اللي هو من اول الادعيه والشهاده هو كتاب الاذكار مثل هذا، تقرا على جماعه المسجد يتعرفون. يعني بعض الناس لا يعرف ماذا يقول في ركوعه في سجوده في اذكار طرفي النهار في اذكار اليوم والليله، فمثل هذه الكتب يعني خفيفة المحمل ويسيرة، الله يغفرك جزاك الله خير، فتقرأ على أهل المسجد، ويكون هذا فيها حتى باب من إن إذا أنكر عليك بعض الناس فإذا تعلموا أنه نسبح ونتبتل إلى كذا ما أنكروا عليك إذا طولت بهم يوما في التسبيح. ولذلك يعني يقول أهل العلم إذا تعلم الناس قل خلافهم، إذا تعلم الناس إنما من أين يأتي الخلاف عند الناس؟ من الجهل، لكن وإذا تعلم وكرر الكتاب مرة وثنتين وثلاثة يبدأ خلاص يعني ينشرح صدره ويعرف أن هذا هو الصواب. بل أحيانا تأتي بعض الناس يقول لك والله أنا أول مرة أسمع عن هذا الحديث، ما كنت أعرف هذا الحديث، وقف علي رجل كبير يعني بيسألني عن صلاة الضحى وكذا، وهو مواظب عليها 70، لكن كان حزين قال لي يا شيخ أنا كنت في المستشفى اليوم وما لقيت مكان وراحت علي الضحى وكذا. قلت له ما في حرج إن شاء الله، يعني الضحى مستحبة وجزاك الله خير، وليس معنى استحبابها أنك تتركها، لكن حتى لأنك تلازمها على باب
ما فيها من الفضل، لكن إن تركتها يوم يومين كذا إن شاء الله ما عليك حرج.